السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم اسلام الجوهري، والنهاردة هنشرح درس بسيط جميل عن التعارف. في بداية التعارف هتقول ايه لحد تركي؟ عايز تقول صباح الخير، مساء الخير، ازيك؟ كل ده هنعرفه في الفيديو بتاع النهاردة. في الفيديو بتاع النهاردة هنعرف ازاي تقول اهلا، ازاي ترد على واحد تركي، ازاي تتكلم مع حد تركي. في البداية هنبدأ دلوقتي بالتحيات، نقول مرحبا 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 مرحبالار مرحبالار، يعني اوقات بيستخدموها. الحاجة التانية في التحيات سلام سلام، يعني بالعربي في ناس في دول بتستخدم كلمة سلام يعني سلام، يعني مع السلامة. هنا سلام بالتركي يعني اهلا. الحاجة التالتة سلام عليكم، هي السلام عليكم، بنقولها بالعربي سلام عليكم. في حد جاي لك عايز تقول له اهلا بيك، تقول له خوش جالدنيز خوش جالدنيز، او خوش جالدن لو حد مثلا تعرف خوش جالدن، لو واحد صاحبك ممكن تقول له خوش جالدن عادي. خوش جالدنيز يعني ناس كتير، او واحد اكبر منك عايز في احترام اكتر تقول له خوش جالدنيز. الرد بتاعها خوش بولدوك خوش بولدوك، او خوش بولدوم، يعني على حسب برضو. هوش جالدن بترد عليه هوش بولدوم، هوش جالدنيز هوش بولدوم. في صباح الخير مساء الخير، تصبح على خير. صباح الخير اي صباح لار، بس دي مش مستعملة قوي، يستخدموها جون ايدن جون ايدن جون ايدن من جون ايدن جون ايدن. وقت الظهر عايز تقول، او بقية اليوم عايز تقول مثلا اي جونلر اي جونلر اي جونلر اي جونلر. جاء وقت بالليل يعني لو ممكن يكون بعد الساعة 5 كده ولا حاجة، ممكن تقول له اي اكشاملر اي اكشاملر اي اكشاملر. بالليل خالص هتدخل تنام ولا حاجة تقول له اي جاجالر اي جاجالر اي جاجالر، تصبح على خير تصبح على خير. لو انت خلصت السلامات والتحيات وكل حاجة زي الفل، وعايز مثلا ايه تختم بقى الكلام خالص، وعايز تقول له مع السلامة السلام عليكم والحاجات دي كلها، جولي 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 جولي، او هو تشاكال هو تشاكال، او هو تشاكالون هو تشاكالون. الاغلب بيستخدموها جوريشيروز جوريشيروز، يعني هنشوف بعض، مع السلامة هنشوف بعض جوريشيروز. ممكن تقول برضو جوريشماك üzere görüşmek üzere görüşmek üzere. عايز تقول لواحد سعدت بلقائك، tanıştığımıza memnun oldum tanıştığımıza memnun oldum tanıştığımıza memnun oldum memnun oldum. انا سعدت tanıştığımıza بتعرفنا على بعض. عايز تقول لواحد ازيك عامل ايه اخبارك ايه، nasılsın او nasılsınız nasılsınız. او ممكن تقول نابر نابر نهابر نابر، اللي هي الرد بتاعها ايليك. nasılsın ممكن تقول له iyiyim انا كويس. ممكن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد الحمد لله الحمد لله، عادي اللي احنا بنقولها عادي بالعربي. اغلب الاتراك مديك مثلا تسأله ازيك عامل ايه، بيرد الاول يقول تشكرلر تشكرلر او تشكر الدنيا. ممكن يقولك تشكرلر وما يقولكش ايم او اي حاجة، هو ممكن يقول تشكرلر بس، تشكرلر نص السن يرد عليك كده، هو تقول له صنادة تشكر الدنيا شكرا برضو ليك ايم باندا ايم وانا كمان كويس. ده كان فيديو بسيط، بس انت لو عايز ترحب بواحد تركي او تتكلم بالتركي تقول اهلا ازيك عامل ايه، في فيديو تاني ان شاء الله هيتعمل عن التحيات اكتر. ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة عشان يوصلك كل جديد، وتفعل زر التنبيهات، ولو عندك اي تعليق اي اقتراح عايز تقوله ممكن تكتبه في التعليقات تحت، وما تنساش تشير الفيديو ده لاكتر عدد من الناس اللي حابة تستفيد وتعلم باللغة التركية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.